فيما يخص الانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية. أعطيكم يعني عدد الناخبون على الساعة الرابعة. عدد الناخبون على الساعة 5,757,346. هذو الناخبون الذين ذهبوا إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم، مما يعطينا نسبة المشاركة الإجمالية على المستوى الوطني على الساعة الرابعة ب 24.27%. فيما يخص الانتخابات المجالس الشعبية الولائية، عدد الناخبون 5,526,642، مما يعطينا نسبة مشاركة فيما يخص المجالس الشعبية البلد الولائية ب 23.30%.